دعني يا ريكي أكره. أتيت لأحذرك. أه؟ شريخان يتجه إليك الآن، إنه يعرف أنك موجود هنا. شريخان؟ لقد توعد أن يقتلك هذه المرة. سأنال منه، أنا أنتظر هذا. لن يهزمني وحش مثل شريخان، لن يهزمني. ماذا تريد منا أن نفعل؟ شكرا لكم، هل تصنع لي معروفا؟ أريد مقابلة أكيلة. أنا حاضر، سأحضره لك غدا أو بعد غد مساء. أحتاج إلى نصيحة منه. أنت شديد الخوف يا ريكي. هيا نعود. ماكلي ميشو في الساحة. أفعى الكوبرا. نعم لقد قتلت، هل عرفت؟ كيف؟ سيد كيشمي قال إن القاتل ذئب. ذئب؟ هكذا قال، وقال إنه ذئب ضخم، هكذا يدعي الآن. ويتهمك أنت في الأمر هذا يا ماوكلي، ويدعي أنك أنت السبب في مجيء الذئب إلى هنا. احذر منه يا ماوكلي، إنه يريد أن يوقع بك. أنا واثق أن الذئب المتوحش هو الذي قتل الكوبرا. شاهدت ليلة أمس ذئبا كبيرا بحجم البقرة، ويقول حفيدي شينغ إنه شاهد نفس المنظر ليلة أمس، أليس كذلك؟ إن فتى الغابة هو سبب المشاكل، يجب طرده من القرية. ماذا؟ أنا؟ كن حذرا يا ماوكلي، إنهم يتهمونك بقتلها. احذر منهم يا ماوكلي، إن كيشمي شخص مفتري ودجال، إياك والتهور. يا بني أرجوك أن تعدل عن هذا الأمر، من المستحيل أن تتغلب على النمر المتوحش. ولكن يا أمي. إن ماوكلي وعد كيشمي والجميع بذلك، باستطاعة ماوكلي أن يقتله. لا علاقة للصغار بهذا، إنه أمر خطير وقد يودي بحياته. تعال يا ميشو، هيا إلى حضني. وأنت ملام أيضا، لقد علمته كيف يستطيع إشعال النار بسهولة، ليس لك حق في هذا. أرجوك يا نيل، تحدث مع ماوكلي واقنعه. اسمع يا ماوكلي، إنما تقدم عليه أمر خطير، يجب أن تعي هذا. أنت ما زلت صغيرا، فيما مضى من الزمن ضاع ابننا الصغير في الغابة واختفى ولم يعد أبدا. ضاعنا توي منذ ذلك الحين. أرجوك يا بني أنت تذكرني بولدنا توي الذي ضاع، إنه بعمرك، أنا أدرك أن أحدا لا يقدر ذلك، أنا أعتبرك ابن لي، لقد عوضتني عن ابني الحقيقي. لا تذهب، أرجوك قدر مشاعري كأم، لا تتركني يا ماوكلي. سامحيني يا أمي، أنا
أعرف أنها غلطتي، ولكني لا أقصد. أنا الذي طلبت من جدي هذا. لم يعرف ماوكلي النار قبل ذلك. سامحيني يا أمي، سامحيني. لا عليك يا ماوكلي، إن كولتا وزوجها يعتبرانك ابنا لهم تماما كناتوي، وليس كلاهما فقط، بل أنا أعتبرك أيضا حفيدي المحبوب مثل ميشو بالضبط، وميشو أيضا تعتبرك صديقها الوحيد هنا. ونحن نقدر أنك فتى مقدام وشجاع أيضا يا ماوكلي، لا تخاطر بنفسك. ماوكلي. نعم أول مرة، نعم أرى الآن الدموع. نعم يا أمي، نعم. ماوكلي شكرا لك. والآن يا ماوكلي ماذا قررت؟ لا تقلقوا علي، أنا واثق من أني سأقضي على الشريخان، ذلك النمر الشرير الخارج عن القانون. لقد هاجم ميشو وبوجي، عدو أبي، سأنتقم منه. أبوك؟ نعم أبي، إنه الذئب ألكسندر، ذلك الذئب الشهم. شريخان ألكسندر، جئت لأخذ فريستي. اهتمد موكلي أكيلا. هيا أهرب، إنه فريستي. هيا أهرب يا موكلي. يا ماوكلي، إذا رجعت فإنك ستشغل ألكسندر عن مقاتلته للشريخان، أتسمع؟ أبي، أبي، أبي. إن أبي مات لكي ينقذني، ولهذا السبب أنا الآن، أنا ماوكلي اعذروني، لا استطيع ان اكمل. لا عليك يا ماوكلي. ماوكلي ارجوك اكمل. اجل، لقد ربتني الذئبة لوري زوجة ألكسندر مع أكرو وسورا وهما أخوتي. هذا رائع، إنها ذئبة حنون، لقد ربتك على الشجاعة والصدق، ولذلك أنا مصمم على قتل شريخان بنفسي. أمي لا تقلقي، سوف أقف أمام شريخان برباطة جأش، ثم أن رفاقي في الغابة سيساعدوني. اطمئني أمه. أنا سعيدة لأنك تناديني يا أمي، لكن أرجو أن تعدني بعدم الطيش، يجب أن تحافظ على نفسك. لا بأس يا ماوكلي، عليك أن تهرب من أمامه عندما تشعر أن موقفك صعب. أعدك بذلك بالتأكيد يا جدي. ماوكلي أعدني أنا أيضا بذلك. لا بأس، أعدك بذلك يا ميشو. (تصفيق)
الذي يفعله هذا الفتى؟ انظر يا جدي، شجرة مناسبة. فعلا إنها شجرة مناسبة. ضعيها هناك، أظن أنها ستكون كمية كافية. بإمكانك إطفاء الحريق بعد اشتعاله؟ هل هذا صعب؟ أستطيع ذلك عندما تكون كمية الأخشاب قليلة. إذن هل سيستطيع ماوكلي قتل النمر بهذه الأخشاب؟ نعم بالطبع، هذا سهل عليه. مرحبا ماوكلي. كنت أنتظركم، لكن أين أكيلا؟ إنه موجود هناك فوق التلة. أكيلا. ماوكلي، لقد نسيتنا، أليس هذا ما حصل؟ حتى أنه لم يلاحظ أننا كنا هنا في جانبه. بكيرا. انتبه، سوف تخنقني يا ماوكلي. ماوكلي، هل تدربت على كيفية استخدام الزهرة الحمراء بمهارة؟ يفترض به ذلك. نعم، سأوضح لكم هذا الآن. ماوكلي، لقد أوصتني أمي لك وصية يجب إخبارك بها. ما هي؟ إنها قلقة عليك وأوصت لك أن تعود للغابة ثانية. ها، ما رأيك؟ لقد قالت لي إذا أردت أن تقتل شريخان فارجع للغابة، وقالت إنها ستساعدك في القبض عليه. أنا موافق، لكن لا أريد توريطها في هذا الأمر هي أو غيرها. أفضل مساعدة لي هي أنكم الآن إلى جانبي. عن ماذا تود التحدث معي؟ أريد النصيحة منك فقط، لأن لديك خبرة. أنا قادر الآن على استخدام الزهرة الحمراء. الزهرة؟ أجل، لما العجب؟ وأجيد استخدام السكين. سأقتل شريخان بهذا السكين وبالزهرة الحمراء. ماوكلي، هل تستطيع استخدام هذا السكين؟ إنه أمر مرعب. إذا استخدمت الزهرة الحمراء فإنك ستتغلب على شريخان بفعلها، لكنك لن تغلبه بهذه السكين التي تحملها الآن. أنا أحتفظ به للإحتياط. لكن كيف ستحاصر ذلك النمر يا ماوكلي؟ ليست مشكلة، عليك أن تحاصره حتى لا يهرب، أليس كذلك؟ دعني أفكر. لقد وجدتها الآن، تعلمت خطة منك منذ زمن بعيد، دعونا نجربها الآن. نعم الآن. نعم، دعوا الباقي لي، أنا سأتدبر الأمر لوحدي. اذهبوا أنتم الآن، وأما أنا فسأعود بعدما أستشيرك. إن أكيلا كعادته مستعجل دائما. لا تقلق يا ماوكلي أبدا، سأرسل لك خبرا مساء الغد حتما. سآتي غدا يا ماوكلي إلى نفس المكان وبالوقت المحدد تماما. شكرا لك يا سورا. فعلا يمكن الاعتماد على أكيلا في الأوقات الصعبة. كنا نتحدث عن مبارزتك ليلة أمس.
لقد أثبتت أنك زعيم ذكي وبارع، كيف تذكر حوادث قديمة كهذه؟ فعلا أنا لا أنسى ما أشاهده ولو لمرة واحدة. بالمناسبة يا كا، ما هي النتيجة في تلك الحادثة؟ يجب ألا تنسى تفاصيل القصة يا كا. نعم سيكون أفضل. هاشل، كان هناك نمر ضخم في ذلك الزمان أيضا. نعم. لقد حاصرنا ذلك النمر في واد كبير جدا، ثم وزعت رفاقي في الجدول الغربي والشرقي وهاجمناه من كلا الجانبين. إنها خطة ذكية، يجب جذب الشريخان لهذا المكان. هذا صحيح، لقد كانت خطة محكمة وعلينا تطبيقها الآن بدقة شديدة. سنربح المعركة بعد ذلك. لا بأس، يجب استدراج الشريخان لتلك المنطقة يا كا. عظيم، سأشارك في هذه المعركة أنا أيضا، سأقاتل فيها بكل ما أوتيت من قوة. رائع، ما هذه شجاعة المفاجئة، كنت أظنك غير قادر إلا على الطعام. يبدو أنها ستكون معركة حامية. لدي أخبار هامة. ماذا حدث يا شيل؟ لقد اختفى شريخان. ماذا؟ من المؤكد أنه قد اختبأ في مكان ما في الغابة، لقد بحثت عنه اليوم ولم أجد. بأخشاه هو أن الشريخان ذهب إلى قرية الإنسان. كلا، لا أظن ذلك، إن قرية الإنسان بعيدة من هنا. لا عليكم، أنا ذاهب، إن السباحة من اختصاصي، سأبحث عنه عند النهر الآن. أكر وسورة، هيا ابدأ البحث عن موكلي منذ هذه اللحظة. وأين سنجده؟ ابحث عنه، إن موكلي في خطر، قد يستفيد به شريخان وبعدها لا ينفع اللوم أبدا. تبا، أين اختفى ذلك النمر الشرير؟ أين اختفى؟ لقد بحثت عنه في كل مكان. شريخان اختفى؟ وأين يمكن أن يكون الآن؟ أنا متأكد أن كا يبحث عنه الآن، وأعتقد أنه سيجده. أرسلنا أكيلا لنحذرك لئلا يستفرد بك شريخان. أتمنى أن يأتي، سأقاتله لوحدي إذا اعتدى علي. لا تقاتل لوحدك، سوف نختبئ هنا إلى جانبك، وإذا ظهر شريخان فجأة سوف ننقض عليه دون أن يدري. إذا أحسست بالخطر اركض نحونا. مفهوم؟ لا تفكر في أن تقاتل لوحدك يا ماوكلي. شكرا لكم. إننا أبناء ألكسندر واللوري، نحن إخوة. نعم، إن روح أبي ستسعد باتحادنا هذا. إخوتي الأوفياء سورا وأكرو. هه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